يدفع خطيئة العالم، يلي مما يذكر القديس المنون يأمين كان الكاهن قبل المناولي يرفع القربان ويقول هذا هو حمل الله الحام خطايا العالم. قولوا معي يا إخوتي، لا يا سيدي يسوع المسيح، لست مستحقا ولا مستاهلا أن تدخل تحت سقف بيتي، ولكن قل كلمة واحدة فتحيا بها نفسك. الكلام اللي كان بالقديس المنوني الأمين، القسم الأول منه مأخوذ من إنجيل اليوم من يوحنا المعمدان، لما رأى يسوع وصرخ هذا هو حمل الله. والقسم الثاني من قائد المئة يلي كان عنده عبد مريض وطلب من الرب انه يروح ويشفيه، وبعدين بيقول له للرب، بيقول له انا مش مستحق انك تدخل تحت سقف بيتي، ولكن قول كلمة واحدة تحيا فيها نفسك. يعني معناتها ايمانه قوي، مع انه كان هالقائد كان وثني، معناتها ايمانه كان قوي لدرجه انه طلب من الرب انه انا ما بستحق انك تدخل لبيتي، اذا قلت كلمه عن بعيد بيشفى عبدي. وهيك صار بكلمه من الرب شفي عبد القائد المئه، وهو رايح على البيت يلاقوه العبيد الاخرين ويقولوا له شفي العبد. وساعتها بيتاثر كثير هالقائد الوثني، وبيقولوا بعدين عنه انه بيصير مسيحي، صرنا بنعيد له اسمه القائد كورنيليوس، بنعيد له بالرزنامه المسيحيه. فاذا هذا القسم الثاني من هالكلام، انما القسم الاول هذا هو حمل الله الحال الخطايا العالم، هو من يوحنا المعمدان بإلنا اللاهوتي الكبير جان بوسليه، اللي هو من اكبر الواعظين بفرنسا كيموتران. يقول انه هالكلام يلي قاله يوحنا، قاله اليوم التالي من بعد ما عطى شهاده عن يسوع، من بعد ما عمله، بيقول هذا هو حمل الله. بيقول بالوقت يلي كانت عم تتقدم فيه الذبيحه بهيكل اورشليم، وبيقلنا انه تاريخيا وبحسب سفر الخروج، اذا بنقرا بالعهد القديم سفر الخروج الفصل 29، بيقولوا لنا انه كان بهيكل اورشليم كل يوم صباحا ومساء تتقدم ذبيحه، ينذبح حمل عن خطايا اليهود. كل يوم صباحا يذبحوا حمل، وكل يوم مساء وبيحرقوه، وهذه كانوا يسموها المحرقة الدائمة، محرقة دائمة للرب. يوحنا بكلامه اليوم شو بتقول لليهود؟ بيقول لهم هودي الحمان يلي عم تحرقوهم وعم تذبحوهم، هودي مش هن يلي بدهم يشيلوا خطايا العالم، هودي ما بيقدروا يشيلوا خطايا. دم الحمل، دم الحيوان لا يستطيع ان ينزع الخطايا. كانت هاي بس مثل رمز بالعهد القديم حتى تعرفوا انه الحمل الحقيقي هو ابن الله يسوع المسيح، لانه الله ولانه على ذبيحته على الصليب بيقدر يغفر خطايا العالم، لانه ابن الله. ما في انسان بيقدر يغفر خطايا العالم كلها، بس الله، ما انه ابن الله. اذا مش هيك بيقول هذا هو حمل الله، واستعمل كلمه اشعيا يلي بيقول فيها بالعهد القديم من غبطه سيق الى الذبح وكحمل امام الجزارين لم يفتح فاه. فاذا هيدي عن كلمه ما هو حمل الله الحامل خطايا العالم. ونشوف انه ما يوحنا بيقول لهم هذا الذي ياتي ورائي وقد صار قدامي لانه كان قبلي. عم يبرهن ألوهية يسوع انه حتى ولو اجى يوحنا وبشر قبله، حتى ولو خلق قبله من اليصابات، انما يسوع هم بانهم كان قبلي، لانه هم بابن الله، لانه هم بازلي لا بدايه له
ومشان هيك هو ابن الله. وهو قال لهم يلي بيعمدكم بالروح القدس، انا ما بقدر اعمدكم الا بالماء، انما هو بيعطيكم الهولي سبيريت، بيعطيكم الروح القدس مثل ما يوحنا كان عم يسكب الماء على التائبين. نحن بمعموديتنا المسيحيه وقت بنسكب الماء يحل الروح القدس على المعمر، ولكن وحده يلي بيقدر يعطي الروح القدس هو يسوع المسيح. واعترف يوحنا قال لهم انا ما بقدر اعطيكم الروح القدس، هيدا هو اللي بيقدر يعطي الروح القدس، لانه الروح القدس هو من الثالوث الاقدس، ولانه يسوع هو من الثالوث الاقدس. ومنشان هيك يسوع باخر مرحله ايامه على الارض يقول لنا بالكتاب المقدس بالانجيل متى، ونفخ فيهم ونفخ في تلاميذه وقال لهم خذوا الروح القدس، يومتها علمهم من غفرتم له خطاياه تغفر له، ومن امسكتم عليه خطاياه مسيئات عليه. كنت مره باحد البيوت هون بلمنتن، وسالوني بعض الشباب انه هالاشخاص اللي ما بيتعمدوا، نحن عم نحكي عن معموديه يسوع ومعموديتنا، هل يا ترى كلهم بيهلكوا؟ في كثير ناس بيفكروا انه المسيحيين وحدهم بيروحوا على السماء، والمسلمين بيفكروا انه المسلمين وحدهم بيروحوا على السماء، والارثوذكس بيفكروا انه الارثوذكس وحدهم بيروحوا على السماء، واليهود بيفكروا كمان، والنواري كمان. لا، لانه اذا بنطلع بتعليم الكنيسه، قلنا تعليم الكنيسه هناك ثلاثه انواع من المعموديه، في ثلاث انواع من المعموديه. نحن نعرف بس المعموديه يلي بنشوفها قدامنا وقت نجيب ولاد صغار حتى نعملهم، هي بنسميها معمودية المي والروح. إنما في كمان معمودية ثانية اسمها معمودية الشوك، ومعمودية ثالثة اسمها معمودية الدم. معمودية الشوك هي كل واحد، كل إنسان عايش حسب المسيح، عايش المحبة، ساعد إخواته، ما بين عم يعمل خطايا، وما تعرف على المسيح ومات وما حدا قال له عن المسيح، تعتبر الكنيسة إنه هذا الشخص تعمل بالشرق، حتى لو كان خارج السعودية أو بأفريقيا أو بأي مكان آخر من العالم. فإذا معمودية الشرق كل إنسان عايش حسب تعليم المسيح بدون ما قدر يتعرف عليه. تقولوا لنا المسيح قال اللي ما بيتعمد ما بيخلص، المسيح بيقول من آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يدان. الإنسان اللي بيعرف المسيح وبيعرف إنه هو بالإيمان الحقيقي وبيعرف إنه هو بالله ويرفض الله، مثل واحد بيشوف اللمبة مضوية بغمض عيونه، هيدا هو تجريف على الروح القدس، هذا الذي يدان، لأنه عرف الحقيقة ورفضها، بس اللي ما يعرف الحقيقة لا يدان. ومعمودية الدم هي معمودية الإنسان اللي بيكون حب إنه يصير مسيحي، مثل شخص مسلم أو يهودي أو ما عنده دين، حب إنه يصير مسيحي وعم يتحضر، بتعرفوا الكنيسة بتحضر الشخص حوالي سنتين حتى يصير مسيحي. هو ما بيتحضر بيجي حدا وبيقتله لأنه حتى يفرض بطاره لأنه صار مسيحي أو بيتحضر إلى مسيحي. تقول الكنيسة الدم الذي يخرج من هذا الشهيد هو يعمد الإنسان ويتعمد هذا الإنسان بدمه وبيصير كمان مسيحي وبيخلص وبيكون من بين الشهداء. بالنهاية يوم مثل وقت نتساءل لين من دارك الماي، يجاوب أحد الأساطفة بالقرن الخامس، انتقل لرأس انتقل عميل سبعة اسمه الأسقف إيرمان دراس، يقول نبارك المياه لأنه يسوع بنزوله إلى المياه قد باركها. وقت نحن من دارك الماي تصير الماي ملموسة من الرب، يصير كأنه الرب لمسها. والإبليس يوحنا خان الذهب بيقول لماذا غير المسيحيين لا يرتدون إلى المسيحية؟ بيقول لأنه بيسمعوا من المسيحيين كلام حلو ولكن ما بيشوفوا أعمال مطابقة لهالكلام الحلو. من شأن على المسيحي حتى يقدروا الناس الآخرين يتأثروا بالدين المسيحي ويشكر الرب إنه اليوم في ارتدادات هائلة ومعموديات هائلة، بيقولوا بالملايين كل سنة عم يتعمد ويصيروا مسيحيين. السودان واحدة إحصاءات بتقول في 100 شخص عم يتعمد كل يوم من الإسلام إلى المسيحية. فإذا الناس الباقيين وقت بيشوفوا المسيحي عايش حسب كلام المسيح
بيتأثروا وبيرجعوا إلى المسيحية. وهيك نحن وقت بحل علينا الروح القدس كمان مثل ما بيقلنا مرقوس برسالته بيقلنا أنتوا يلي اتعمدتوا بالمسيح قد لبستم المسيح نصير نحن والمسيح شخص آخر. أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. آمين. إذا تريدوا نوقف كلنا سوا حتى نضيق الماء. كمينا أشكر الأشخاص اللي يجوا بعيدا من المنزل أشعر شيئا اليوم اللي عم يصور الهديس اللي إذا بتحبوا كل العظات والهديسين حابتكون على اليوتيوب وعم يقلنا إيه على اليوتيوب بكافي تحطوا اسم تشارلز سعد أو فاضل شارل سعد اللي بيحب يسمع العظات أو الهديسين وكمينا في التهديس أرمع. فإذا ناخد الورقة الزرقاء اللي موجودين على الصفحة المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. كما قال كتابك الإلهي وإن أرميات يارب على الأمواه نهر الأردن كي تتبارك به المياه في كل موضع. ولهذا نسعد لك المجد على افتقادك لنا وإحسانك علينا الآن وكل آن وإلى الأبد. في نجم الوحدة مثل تقول مرتب جمل الذي حتى الجمعين. أبصرتك المياه يا الله أبصرتك المياه ففزعا وقربت الأعمال في رسالة نبري المياه وعرف السحاب صوتا كأن سهادك لأهدا صوت رعبك في الأفلاك أنارت فروقك الدنيا تزلزلت الأرض واضطربت في البحر أغرقك وسقوطك في المياه المسيرة وأسرارك لا تعرف. أليت شعبك كالمن على يد موسى وهارون Oh.